أنا لم يتم إبلاغي من أي جهة رسمية، ولم أستلم أي كتاب يفيد بذلك، ولم يتصل بي أي أحد يقول أنني مفصولة أو غير مفصولة. كل الذي سمعته أن الأخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محسن في أثناء لقائه مع كوادر وأمناء سر المناطق التنظيمية في نابلس قال للجمهور أنني مفصولة ومجموعة أخرى، ولم يذكر من هم المفصولين. تعودنا على مثل هذه الإجراءات الارتجالية في هذه الحركة، وتعودنا أن نفصل وكأننا في شركة. أنا أقول للقاصي وداني، أنني حينما انتميت لحركة فتح لم آتي بقرار من أحد، ولم أستأذن أحد أنني سأخدم شعبي، لذلك أنا سأبقى أخدم شعبي بكل ما أوتيت من قوة، ليس باسم تيار ولا باسم تنظيم، بل باسم فتح وباسم الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، وباسم كل المخلصين الذين رفعوا راية أساسية هي الانتصار والانتماء لفلسطين أولاً وآخراً. وأنا باستمرار كنت ولا زلت أقول أنني انتخب من الشعب الفلسطيني كنائب، وأنا لم آتي هنا ولم أكن في يوم من الأيام فقط عبارة عن ديكور، بل أنا اخترت طريقي في العمل السياسي لكي أدافع عن شعبي. وحينما كانوا يحتجوا على بعض القضايا التي كنت أثيرها، كنت أقول أنني أنوب عن الناس، فأنا مكلفة أن أنوب عن الناس، مكلفة أن أقول للفاسد أنت فاسد، ومكلف أن أقول للذي يسرق مقدرات الشعب أنت حرامي، ومكلفة أيضا أن أقول كل أعضاء المركزية كان الأولى عليكم إن كان هنالك قرار أن تتصلوا بي، وإن لم تتصلوا بي كان الأولى والأجدر بكم أن يكون هنالك محاسبة حقيقية للذين سرقوا، للذين استباحوا حرمات الناس، للذين باعوا الأراضي، للذين دمروا المؤسسات، للذين استلموا مؤسسات باسم الشعب الفلسطيني وسرقوها ولم يحاسبوا عليها. هؤلاء هم الذين يجب أن يحاسبوا، لا الذي يحاسب هو الذي يقول كلمة الحق. للقاصي والدنيا أقول أنني سأبقى أقاتل لأجل فلسطين فقط أولاً وآخراً، ولأجل القدس، ولأجل كل الذين آمنوا بحتمية الانتصار إلى فلسطين ثم فلسطين ثم فلسطين. يعني لا أدري، أنا لم يصلني كتاب، ولم أتلقى أي مكالمة من أي جهة رسمية، ولم يتحدث معي أحد. كل الذين تحدثوا معي كانوا جمهور المواطنين الذين أعلنوا عن استنكارهم وعن استغرابهم ودهشتهم من هذه القرارات. وأقول أن الحركة بدلا من أن تلملم أوجاعها وتلملم البترول الاجتماعي الذي ذهب في ثنايا الأرض وأعماقها، الآن تحفر تحت الأرض لكي تنهي ما تبقى من عناصرها وأبنائها الذين جاءوا وآمنوا واستمروا في رغم كل الظروف لكي يحققوا الانتصار لفلسطين. وأقول أن هذه الحركة التي مرت بكل المراحل التاريخية العصيبة لم يضعفها قصف الطائرات ولا الحصار ولا الاعتقال، وهذا ما تعرضنا له، ولكن الآن هذه القلعة بدأت تسقط من الداخل، فعلى كل المخلصين أن يبادروا ليس لترميم هذه الحركة أو هذه القلعة، الأولى أن يكون هنالك إعادة اعتبار وإعادة بناء لكل مؤسسات وأجسام هذه الحركة، لأن هذه الحركة هي أم القضية وأم المشروع الوطني، وعلى الجميع أن لا يفرح لأي انهزامات أو انكسارات بداخل هذه الحركة.